غالبا هيخلص تصحيحه على يوم الاربعاء، كفايه دوشه، هنخلص الامتحان غالبا على يوم الاربعاء ونطلع لكم النتيجه. ما بنقدرش نخليكم كلكم تتفرجوا على الورق بتاعكم عشان العدد بتاعكم كبير جدا. اللي حاسس ان هو ناقص شويه في الامتحان بيجي لنا في الاوقات الفاضيه الاوفيس اورز بتاعه المعيدين وبيشوف الورقه بتاعته. تمام، العمليه دي طبعا هتحصل على كذا اسبوع، فما تتلموش كلكم في اسبوع واحد. ما شاء الله 460 واحد في الدفعه. ايه لا ما بنعملش حاجه زي كده، بس غالبا دكتور احمد رجب هيخوف شويه عشان ما يبقاش فيه اقبال ضخم جدا يعني على الموضوع. معظم الناس ما بيبقاش عندها مشكله في الورق، واللي عنده مشكله بتبقى نص درجه درجه حاجه عبيطه جدا يعني في السكيل بتاع الامتحان. الامتحان عليه 40 درجه، كان محطوط عليه بونص في الاول 4 درجات يعني 10%، بس زودنا درجتين بونص كمان عشان المساله بتاعت الكور، فبقى كده في 6 درجات بونص اللي هم 15% تقريبا من الامتحان. وهنتفرج على الدرجات على اخر الاسبوع. اوكي؟ اي اسئله ثانيه عن امتحان الميد ترم؟ لا ماشي. احنا المفروض خلصنا الشيت الثالث في الاسبوع اللي قبل الميد ترم وهيتسلم الاسبوع الجاي. الناس اللي ما خدوش الكويز او الشيت الاولاني بتاعهم موجود ورا السبوره، تقدروا تاخدوه بعد السكشن. اوكي؟ بالنسبه للنهارده احنا هنبدا في الشيت الرابع وهيتسلم الاسبوع اللي بعد اللي جاي. الاسبوع اللي جاي هنسلمه الشيت الثالث، الاسبوع اللي بعده الشيت الرابع. لو لحقنا نخلص الشيت بتاعنا النهارده في الاسبوع دوت ممكن نعمل الكويز الاسبوع الجاي، بما ان انتوا اوريدي مذاكرين كل حاجه داخله في الكويز. الكويز اللي جاي هيبقى داخل في شباتر 2 و3 و4 وهيبقى رسائل فقط. يا جماعه الكلام مش كل شويه هقعد اسكتكم. الكويز الجاي هيبقى مسائل بس، كله ام سي كيو، بالتالي ما فيهوش كتابه، ما فيهوش بس غير حسابات. وهيبقى على شابترز 2 و3 و4 اللي هي كل الحسابات اللي عندك في المنهج تقريبا. لو لحقنا نخلص الشيت الاسبوع ده ممكن نعمله الاسبوع الجاي، ما لحقناش هنعمله الاسبوع اللي بعده. الاسبوع اوكي؟ هنشوف. انت كده كده مذاكر دلوقتي اوريدي، فالموضوع في مصلحتك ان هو يبقى الاسبوع اللي جاي اساسا. ليه اوريدي؟ عامة يعني الميد ترم يا شباب وبعدين بقى الميد ترم اوريدي دخل فيه كل الرغي اللي موجود في المادة. الجزئية اللي بتنشرح بعد الميد ترم النظري اللي فيها بيبقى قليل جدا جدا، وبالتالي خلاص انت فاضل لنا مسائل وشكرا على كده. معظم الحفظ انت خلاص حفظته الحمد لله، فهتلاقوا درجاتكم في الفاينل بتتحسن تحسن كبير جدا عن درجاتكم في الميد ترم. دي حاجة طبيعية بتحصل كل سنة. النجاح في الميد ترم بيبقى ما بين 50 ل 60%، في الفاينل 90% بينجحوا تقريبا. فما تتخضوش لو لقيتوا درجة الميد ترم وحشة، الفاينل بتعوضوا فيه أحسن بكتير. كل سنة والله بنرفع في الدرجات كل سنة، طبيعي. أكتر سنة حصل فيها رفع الدرجات السنة بتاعة 2009 تقريبا، احنا اتحط عليه 12 درجة بونص وكان فيه 40% سقط. غريبة شوية، 12 درجة بونص. اللي هما يعملوا إيه تقريبا؟ 12 درجة بونص يبقوا تقريبا 30% من الامتحان تقريبا. يعني المهم ما علينا، نبدأ النهاردة. الشيت اللي مع حضراتكم ده الشيت الرابع، وقلنا هيتسلم الاسبوع اللي بعد اللي جاي، وبيتكلم على الاختبارات الغير كليفر. اول سؤال في الشيت بيقول لك ايه؟ بيقول لك يا سيدي اذا كانت نتائج اختبار مكعبات قياسيه اقل من المتوقع، فهل يتم ازاله العنصر الخرساني اللي اتصب دوت ولا مش هنشيله؟ حضرتك صبيت عنصر خرساني وليكن مثلا عمود زي العمود دوت، وانت بتصبه خدت مكعبات من الخرسانه اللي انت صبيت بيها. اختبرت المكعبات ديت بعد 28 يوم واكتشفت يا سيدي ان المقاومه بتاعت المكعبات دي اقل بكتير من اللي انت كنت عايزه، انت كنت عايز مثلا 400 طلع الافرج بتاع المكعبات 200. ايه التصرف ساعتها؟ هل تروح تهدم العنصر الخرساني ده وتبنيه من اول وجديد؟ الاجابه بتاعت السؤال ده كانت المقدمه بتاعت الشابتر، كنا بنقول لحضرتك فيه ان النتائج بتاعت الاختبارات المتلفه اللي هي المكعبات والاسطوانات والكمر دي نتائج معمليه، عينات انت بتعملها في المعمل وبتختبرها في المعمل. والعوامل اللي بتاثر عليها عوامل ليها علاقه بالمعمل مش بالموقع. يعني سرعه مكنه الاختبار هتفرق معاك، لو في حد بيكسر بسرعه هيجيب نتائج اعلى من حد بيكسر بالراحه. الرطوبه بتاعت العينه بتفرق معاك، لو اختبرت عينه وهي جافه غير لو اختبرتها وهي مبتله. خشونه سطح المكنه بتفرق معاك، لو انت اختبرت على مكنه في حبه رمل تحتيك هتلاقي نتائج اعلى بكتير قوي من لو المكنه نظيفه خالص وما عليهاش اي حاجه. ففي حاجات كتيره قوي في المعمل ممكن تفرق معاك في النتائج. لو لقيت في اختلاف كبير بين نتائج الموقع او نتائج المعمل، ايا كان الاختلاف ده بالبوزيتيف او بالنيجاتيف، هتروح الموقع وهتبتدي تعمل اختبارات على العناصر المنفذه فعلا. هتروح تاخد العمود ده وتختبره بطريقه ما. الاختبارات اللي هتتعمل على عناصر الموقع اكيد ما ينفعش تبوظ العناصر ديت، وبالتالي احنا بنسميها اختبارات غير متلفه.
اول واحد من الاختبارات الغير متلفه كان اختبار شميت هام او مطرقه شميت. كنت بجيب حاجه زي مطرقه كده وحطيتها على العمود بتاعك وتدوس عليها، لما بتدوس عليها في قطعه من المطرقه بتظهر في العمود وترد تاني على الجهاز بتاعك، وهي بترد بتجيب لك رقم معين بنسميه رقم الارتداد. تمام، الرقم ده بتدخل على هيرفات موجوده على الجهاز بتاعك وبتطلع منها مقاومه الضغط. كده عندنا اختبار يقدر يقيس لنا مقاومه الضغط بتاع العنصر اللي اتصاب بتاعه. ولكن عيب الاختبار دوت ايه؟ محدش فاكر؟ شميت هامر ايه العيب بتاعه؟ ما بيحددش الارقام. ليه؟ نتيجة ان هو ليه علاقة بحالة السطح بتاع الخرسانة. ايه اللي بيحصل؟ ايوه تمام ايوه، فده بيودي لايه في النتائج؟ النتائج بيبقى فيها تشتت كبير او بيبقى فيها ايرور كبير، والكلام ده بتلاقيه في الكيرف اللي موجود على المحصله. انت مثلا جبت رقم ارتداد 30 هتطلع تظهر في الكيرف بتاعه، بعد كده هتلاقي على جنب في المقاومه زي مثلا 400 والتشتت الناحيه الثانيه 70. المقاومه فيها ايرور كبير قوي في الجرايه بتاعتها بلس او ماينس 70، يعني المقاومه اللي انت هتلاقيها 400 دي ممكن تطلع 470 وممكن تطلع 330. فرق كبير جدا في النتيجه ما بين 330 و470. وبالتالي الاختبار ده النتيجه بتاعته ما يعتمدش عليها قوي، فبنلجا له بس في الحالات اللي فيها مشاكل زي في فرق كبير بين النتائج بتاعه المعمل والموقع. نرجع للسؤال بتاعنا، السؤال بتاعنا قال لنا احنا عندنا عنصر، العنصر ده جايب زي مثلا 200 في المعمل وانت كان نفسك تجيب 400، هتعمل ايه ساعتها؟ هتكسر؟ هتقول له لا، هنروح نعمل اختبارات غير متلفه وهنحكم على اساس النتيجه بتاعه الاختبارات دي. لو الاختبارات الغير متلفه برضه طلعت النتيجه بتاعتها وحشه ساعتها تقدر تزيل العنصر دوت. تمام؟ يعني الاختبارات دي مجرد بنلحق بيها مشكله حصلت، ما بنعملهاش كديفولت. نكتب الكلام دوت. السؤال الثاني، السؤال الثاني بيقول لك يا سيدي في واحد قال لك ان احنا نقدر نعمل اختبارات متلفه كده كده، ليه اعمل مكعبات اساسا؟ انا اصب الحاجه في الموقع بعد كده اختبرها بالاختبارات الغير متلفه دي وما اعملش مكعبات خالص. هتوافق على الكلام ده ولا هترفض؟ مبدئيا اي حد بيسالك سؤال انت غالبا بترفض، دي الترند بتاعتنا طول الشتات اللي فاتت. وسبب من الاسباب اللي احنا هنرفض عشانها هي التشتت الكبير في النتائج بتاعت الاختبارات الغير متلفه، دي حاجه احنا لسه قايلينها دلوقتي حالا. بس في سببين كمان الدكتور قالهم معاك في المحاضره، حد فاكرهم؟ سمعتش اجابه يعني؟ تكلفه؟ لا تكلفه بتاعتها مش كبيره. هي مكعبات اللي احنا بنعملها في الموقع دي مين اللي بيعملها بالظبط؟ ماشي، مين اللي بيصبها اساسا؟ المقاول اللي في الموقع اللي هيعمل الخرسانه، المقاول هينفذ الخرسانه بنفسه، تمام؟ الخرسانه اللي هينفذ بيها دي بيجيب لك منها عينات ويصبها على شكل مكعبات. وبالتالي المكعبات اللي بتروح اللي بتيجي من الموقع ديت دي عينات جايه من الشغل بتاع العمال اللي في الموقع. لو العمال عارفين ان في حد بيدور وراهم وان في مكعبات هنختبرها وراهم، غالبا هيبقى عندهم ذمه شويه في الشغل بتاعهم. وبالتالي تقدر تستخدم المكعبات دي كنوع من الكواليتي كنترول، التحكم في الجوده، لو الناس عارفين ان في حد بيراقب وراهم هيشتغلوا بجوده عاليه. ودي على فكره افكت قويه جدا جدا جدا، وتكاد تكون اهم حاجه في المكعبات اللي احنا بنعملها،
يعني سيبك من النتيجه بتاعه المكعب، اهم حاجه في المكعب ان هو بيخلي الناس يشتغلوا الضمير شويه. يبقى اول نقطه نقدر نقول عليها كواليتي كنترول او التحكم في الجوده. ايه كمان؟ عملنا يا سيدي مكعبات في الموقع واختبرناها وجابت لنا نتيجه، واحنا عارفين ان النتيجه بتاعه المكعبات دي غالبا بتبقى احسن شويه من النتيجه بتاعه المقاومه الحقيقيه في الموقع، لان المكعب ده انت بتعمل له معالجه في المعمل وبتختبره في مكنه كويسه الى حد ما في ظروف مهيئه للاختبارات، وبالتالي مقاومته بتبقى احسن دايما، مش كده برضو؟ هل اقدر اعتمد على المقاومه ديت واقول ان هي المقاومه دي هي المقاومه الحقيقيه وبالتالي الشغل اللي انا بعمله كويس؟ يعني انا عندي مشروع عايز فيه خرسانه 400، المكعبات قاعده تجيب 420 410 430 425، هل ده معناه ان الشغل بتاعي في الموقع كويس او وحش؟ هل يدل على اي حاجه؟ غالبا ما يدلش، ولكن المكعب النتيجه بتاعته ليها مدلول تاني. حتى فاكر هو ايه؟ انا قلت الكلام ده اوريدي، المكعب بيتعمل له معالجه احسن وبنختبره في ظروف احسن من ظروف الموقع، وبالتالي تتوقع ان النتيجه بتاعته تبقى اعلى. فمش معنى ان انت بتجيب نتائج كويسه في العينات اللي انت خدتها في المعمل ان الشغل بتاعك في الموقع هيبقى بنفس الجوده، تمام؟ دي نقطه وحشه في حق المكعبات، ولكن المكعبات في نقطه كويسه ثانيه في حقها كنت قلتها في المحاضره. لا الاسئله دي اسئله فهم يا جماعه، انا بحاول اشوف انتوا حصلتوا قد ايه في المحاضره. التشتت في النتائج بتاعه المكعبات بيفرق معاك اكتر من النتيجه بتاعه المكعب نفسها. يعني انت عمال يا سيدي تختبر مكعبات، المكعبات قاعده تجيب 410 415 420 405 وفجاه في مكعب جاب 300 او مجموعه مكعبات جابت 300، ده معناه ايه؟ ده معناه ان في حاجه حصلت في الموقع. ما دام النتيجه اتغيرت تغير كبير قوي كده اكيد في حاجه في الموقع حصلت غلط ادت للتغير الكبير دوت. فمع ان نتيجه المكعب مش بتمثل الصوره الحقيقيه اللي موجوده في الموقع 100%، التشتت في النتائج بتاعه المكعبات المختلفه ورا بعضها بيقول لك ايه اللي بيحصل في الموقع. لو النتائج ماشيه زي ما هي يبقى الشغل في الموقع ماشي كونسيستنت تمام زي ما هو سواء كان حلو او وحش، لكن لو فجاه النتائج المكعبات اتغيرت جامد قوي بالطالع او بالنازل ده معناه ان في حاجه جامده اتغيرت في الموقع، تمام؟ فنقدر نقول هنا ان التشتت في المكعبات او التشتت في نتائج المكعبات بيدينا فكره بيعطي فكره عن ايه يا سيدي؟ عن انتظام الجوده لو المكعبات الفرق بين نتائجها وبعضها مش كبير ده معناه ان في انتظام في الشغل، لو في فرق كبير بين كل نتيجه والثانيه ده معناه ان ما فيش انتظام في الشغل وتبتدي تروح تحاسب الناس اللي شغالين في الموقع. يبقى دول الثلاث سوائل بتوع المكعبات اللي احنا بنعملها، نتحكم فيهم في الجوده كل الناس في حد بيدور وراكم، ثاني حاجه التشتت بتاعك يدينا فكره عن انتظام الشغل في الموقع، ثالث حاجه غير متلفه لو انا هعتمد عليها هيبقى فيها ايرور كبير قوي وبالتالي هضطر اعوض الايرور ده في الديزاين بتاعي، بدل ما ديزاين على 400 هروح ديزاين على 500 عشان الاختبار بتاعي يبقى فيه ايرور عادي. اوكي؟ ده تقريبا كان كل النظري اللي موجود عندكم في الشابتر. ندخل بقى على المثال. اول مثال يا سيدي بيقول لك انت عندك خرسانه عملت بيها قواعد وعملت بيها اعمده موجوده في الدور الاول جنب الحمام. الخرسانه بتاعت القواعد دي بتتحط تحت الارض، مش كده برضه؟ لما كنا بنصب خرسانه تحت الارض كنا بنعمل فيها ايه؟ عزل. كنا بنعمل لها عزل علشان نمنع تسرب اي مصدر من الميه تحت التربه سواء كان الووتر تيبل الطبيعي بتاع الارض او ميه صرف صحي ولا حاجه. الميه دي بتجيب املاح سلفيتس للخرسانه والسلفيتس تقريبا بتاكل الخرسانه وتسبب تمدد في الحجم بتاعها وتكسرها. يعني بنعزل الخرسانه عشان ما تبص من الاخر. ايه كمان؟ بنعمل ايه في الخرسانه ديت؟ بنصبها باسمنت مضاد للسلفيت، اسمنت مضاد للكبريتات. دي كان الحاجتين اللي بنعملهم في خرسانه القواعد. الحاجه الثانيه الاسمنت المقاوم للكبريتات مش هيفرق معانا، النتائج بتاعته مش بعيده قوي عن الاسمنت البورتلاندي العادي. اما الحاجه الاولانيه العزل اللي على القواعد هيفرق معاك جامد. ليه يا سيدي؟ لان الاختبار بتاع مطرقه شميت بيختبر السطح بتاع الخرسانه، ولو السطح ده عليه ماده عازله ده معناه ان الرقم بتاع الارتداد بتاعك هيبقى ليه علاقه بالماده العازله دي مش الخرسانه.
وبالتالي لو احنا بنختبر قواعد لازم اول حاجه اعملها ان انا ازيل العزل اللي موجود. لازم اشيل العزل اللي موجود على القواعد. العزل ماده الى حد ما مطاطه شويه، لكن لو جبت سكينه تقدر تقطعها بمنتهى السهوله، مفيش اي مشاكل خالص، مش حاجه صعبه يعني. تاني عنصر عايزك تختبره في المساله دي عمود. العمود ده موجود في الدور الاول جنب الحمام. هل ده يأثر معانا في اختبار مطاطه شمت؟ ايه؟ الرطوبه. لو انت موجود جنب الحمام غالبا الجو متشبع بالميه بسبب الشنفيات والبانيو والكلام دوت. وتاني حاجه لو في اي ميه اتسربت هتدخل جوه الخرسانه، بالتالي السطح اللي انت بتختبره هيبقى رطب. تتصرف ازاي في حاجه زي كده؟ تجويف. ايه؟ تجيب ايه؟ اللي هو الماء المشبوه. معرفش ايه ده؟ اللي هو بتسخن الخرسانه ده بتغطيها وتطلع، هتجيب شعله بطريقه ما وهتولع في العمود. ايوه ده اللي انت هتعمله صح؟ هتكتشف يا فندم ان اي شعله مبدئيا انت هتستخدمها غالبا هيبقى مصدرها غاز تبوي، غاز طبيعي او حاجه اوحش من كده. الغاز الطبيعي بيتحرق على حوالي 600 درجه 650 درجه مئويه. الخرسانه بتبتدي تبوظ من اول 400 درجه مئويه، بالتالي ساعتها انت هتبقى بتبوظ في العمود اللي انت بتختبره دوت. فده حل سيء جدا. ولاعه. ايه؟ ولاعه بتشتغل بالكيروسين. الكيروسين بيتحرق عند 1050 درجه مئويه. وبمناسبه الكيروسين ده هو الوقود اللي الطيارات بتمشي بيه، وهو اللي وقع برج التجاره العالمي، فده حل اوحش. ايه تاني؟ عايزين حل تاني ثالث. ايه؟ وبعدين لو العمود كله رطب كل الدرايات هتبقى زي بعضها. هنعزله ازاي؟ العمود اوريدي موجود ومفيش عليه عزل. هتعزله وهو رطب بتعمل فيه ايه؟ ولا حاجه. في ماده مفيش حاجه. لا ده عمود خرسانه، يعني ايه تطلع اللي جواه؟ مفيش ماده سحريه كده للاسف. ايوه والله الحل اللي انت بتقوله براكتيكال، يعني ما تروحش تختبر العمود اللي في الحمام. ده رد منطقي جدا، ولكن هي مساله عايزاك تختبر العمود اللي في الحمام، فمعلش لازم نلاقي حل. العمود اللي بيتصب ده ايه الطبقات المختلفه اللي فيه؟ مبدئيا في بياض عليه من بره كده، البياض ده لازم يتشال وانت بتختبر. بعد البياض ده فيه ايه؟ خرسانه. خرسانه دي ايه؟ على الوش. الكفر. اي سطح اي عنصر خرسانه بنعمله يا جماعه بيبقى فيه جزء بسيط خرسانه في الاول غير مسلحه، بعد كده بتقابل حديد التسليك عليه، مش كده برضه؟ الجزء اللي فوق حديد التسليك دوت بنسميه الكفر. الحته دي هي دي الكفر بتاعه. الكفر ده ملوش اي اهميه غير ان هو بيحمي حديد التسليح اللي موجود تحتيه. حديد التسليح ده لو سطى هيضرب لك الخرسانه كلها، فبحط فوقيه حبه خرسانه تحميه. تمام؟ لو العمود بتاعك رطب غالبا الرطوبه ديت بتبقى موجوده في اول 1 أو 2 سم من العمود اللي هي الحته دي مثلا. والكفر غالبا بيبقى 5 سم، ده الرقم اللي احنا متعودين نعمله في الكفر عندنا في الخرسانه، لا زي ما هتعمله ديزاين ان شاء الله السنه الجايه. وبالتالي اسهل حاجه لو انت مضطر تختبر العمود ده بالذات ان انت تشيل الكفر ده خالص وتدور على حته فاضيه في الحديد، يعني مش تختبر فوق السيخ ده بالظبط، لا تدخل وراه شويه هتلاقي في حته فاضيه، خد من عليها الدرايات بتاعتك، بعد كده تعالى تاني وصف الكفر ده من اول وجديد، هتعمل كفر جديد بدالك. تمام؟ فاحنا هنقول له احنا لازم نزيل الغطاء الخرسانه. نعم؟ هنزيل الغطاء الخرساني، بعد كده هنختبر نعمل الاختبار بتاعنا، بعد كده هنرجعها تاني هنصب خرسانه جديده مكانها. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه اللي انت شايفه؟ لا الحديد بيبقى شبكه بين النص ده العمود بتاعنا يا جماعه، ركز معايا لو سمحت، ده العمود بتاعنا ودي شبكه الحديد اللي موجوده فيه. الشبكه الحديد ديت في بينها وبين بعضيها حته فاضيه، الحته دي فاضيه، الحته دي فاضيه، الحته دي فاضيه، تقدر تعمل الاختبار بتاعك فيها. بعد كده بعد ما تخلصي هترجعي الكفر ده تاني وتخبي الحديد ولا كانك عملتي اي حاجه. تمام؟ غالبا واحنا بنعمل الحركه دي بنغطي الحديد بماده زي ايبوكسي اللي هو الدوكو اللي بتشوفوه في الورش وكده، بنغطي الحديد ده بحاجه زي الدوكو، بعد كده بنحط عليه طبقه من المحاره، طبقه خفيفه خالص 1 أو 2 سم، بعد كده بنحط حاجه زي شبك حديد عشان تمسك الكفر ده كويس، بعد كده بنصبه فيها خرسانه 2 3 سم كمان. ده اللي بيعملوه هم بيختبروا
اختبارات غير متلفة او هم بيعملوا قمصان للعمود. حتى سمع الترم ده قبل كده؟ نفس الكلام يتعمل في الكلام ده. مهم الإجابة بتاعتنا هنا ان احنا هنزيل الغطاء الخرساني وهنختبر الخرسانة الجافة. تاني جزئية في السؤال بقى يا سيدي بتقول لك الخرسانة بتاعت القواعد جابت رقم ارتداد 33 والخرسانة بتاعت الأعمدة جابت رقم ارتداد 30. هل نقدر نقول ان المقاومة بتاعت القواعد اكبر من المقاومة بتاعت العمود؟ لا ليه؟ نعم؟ القواعد فيها عزل بس احنا هنشيله وهنختبر الخرسانة. وكذلك العمود هنشيل الكفر وهنختبر خرسانة جافة. ماشي. القواعد هختبرها ازاي؟ اشمعنى؟ في ناس بيقولوا افقي وفي ناس بيقولوا راس. طب راس من فوق ولا من تحت؟ من فوق. احنا وصلنا من تحت ازاي؟ واحد قال من تحت وباقي قال من فوق. عشان اتخيل الموضوع ده لازم نسال بعض. قال يا سيدي عمود نازل على قاعده خرسانيه. القاعده الخرسانيه دي فيها تربه مش كده برضو؟ حضرتك طبعا بتزيل التربه او ما يكونوش يكونوا لسه ما ردموش التربه لسه وعايز تختبر القاعده دي. المنطقي ان انت تروح تختبرها من فوق. صح؟ انت تحط الجهاز بتاعك هنا كده وتاخد الدرايه بتاع عشمتها. ما ينفعش تختبرها من تحت والا هتوقعها مبنى. القاعده قاعده تربه اساسا. فارت التربة ديت القاعدة تلف وهتاخد المبنى معاها. وما ينفعش تختبرها من جنب عشان الارتفاع دوت غالبا ارتفاع صغير قوي مش بتتكلم في 10 15 سم وبالتالي الشغل فيه بيبقى متعب. لو شلت الكفر من هنا هيبقى صعب شويه ان انت ترجعه مكانه. فغالبا القواعد بتختبرها من فوق المنظر ده. في الحاله دي الزاويه بتاعتك بتبقى نيجاتيف 90. وعلى هذا الاساس بتستخدم الكيرف الفوقاني خالص اللي موجود في صفحه 88 عندكم في الكتاب. الاعمده بتبقى واقفه في المنظر ده وهختبرها بزاويه صفر. حط الجهاز بتاعي كده. انا عندي رقم 33 في القواعد و30 في الاعمده. لما نيجي على 33 في القواعد 33 تبقى موجوده هنا مثلا ونطلع نخبط هنا وهنجيب المقاومه والتشدد. طبعا الارقام اللي عندي على السبوره مش تبقى ارقام مظبوطه. حضراتكم وانتم بتحلوا الشيت هتجيبوا الارقام من الكتاب استخدموا الكيرف في الكتاب. الكيرف مش باين شويه الزوايا اللي عليه. زي 90 والنيجاتيف 90 مسبين شويه، انا كاتب هنا الزاويه عندك بس الارقام اللي على جنب باينه وكل حاجه مفيش اي مشاكل. وفي الامتحان لو جبنا سؤال زي ده بنديكم الكيرف اللي هتشتغلوا عليه. اوكي؟ المهم انا جيت عند 33 واخبط الكيرف بتاع نيجاتيف 90 وهروح عند 30 واخبط في الكيرف بتاع 0. اهو يا سيدي. نقدر نقول كده ان المقاومه بتاعت القواعد اكبر من المقاومه بتاعت الاعمده. ايوه طبعا غلطان. الاجابه اللي بتاخدها ضد المقاومه وتخليها تشتت في الناحيه الثانيه، لازم نتاكد ان التشتت ده هيغطي الفرق ما بين الاثنين. يعني ايه الكلام ده؟ وقت انا بشتغل على المقاومه ده. لو جيت تحل المساله ديت هتلاقي يا سيدي ان القواعد بتاعتك هتجيب لك مقاومه تقريبا 260 هتلاقي ان الاعمده بتجيب لك 240. مبدئيا من غير ما نشوف التشتت كده القواعد اعلى من الاعمده، تمام؟ تيجي تبص على التشتت بتاع الاثنين تلاقي حاجه زي كده. ايه اللي حصل دلوقتي؟ التشتت بتاع القواعد 260 بلس او ماينس 55، يعني الرينج بتاع الدرايات من 205 لحد 315. كل دي مقاومات محتمله في القواعد بتاعتك. الاعمده الرينج بتاعها 240 بلس او ماينس 50، يعني الرينج المحتمل بتاع الدرايات من 190 لحد 290. لو خدت بالك في جزء مشترك في الرينج ما بين الاثنين، الحته اللي ما بين 205 و 290 متكرره هنا ومتكرره هنا. ده معناه ان المقاومه بتاعت القواعد ممكن تبقى قد او اقل من المقاومه بتاعت الاعمده. بالتالي بيزد على النتائج ديت ما تقدرش تحكم مين فيهم اللي عنده مقاومه اعلى، لازم تبص على المقاومه وتبص على التشتت وتحدد الرينج وتلاقي ان الرينج بتاع ده ملوش اي علاقه بالرينج بتاع ده عشان تقول ان في فرق. وغالبا ده عمره ما بيحصل. انت خدت بالك الفرق في الرينج هنا 100 وهنا 100 وشويه، طبعا
فرق كبير جدا وشكل مستحيل تجيبه في اي منشاه ارضيه. الكلام ده بتبتدي تشوفه في المنشآت اللي فيها خرسانات مقاومتها 600 و700 وحاجات اعلى من كده شويه. في اي اسئله في الجزئيه دي؟ مفيش، ما تقدرش تحدد. هو بيقول لك هل يمكنك الجزم بان المقاومه بتاع ده اعلى من ده؟ تقول له لا ما ينفعش، التشتت الكبير في الاثنين هيخلي الرنجات المحتمله داخله في بعضيها. بالتالي ما تعرفش. وده عيب من العيوب اللي احنا قلناها في الاول. لا الرينج ده انت ما تعرفش ايه اللي هيحصل فيه. يعني الحته دي هي عدم الثقه بتاعتك في النتائج. ممكن ده يطلع مثلا 210 وممكن ده يطلع 280 ما تعرفش ايه الحاله الصح اللي فيها. انت شفتي الخرسانه وهي بتتصب؟ شفتي الخطر الخرسانيه؟ ما شفتيش، بالتالي ما تعرفيش انهي فيهم عنده مقاومه اعلى. الحاجه الوحيده اللي بتحكم هي الاختبار، والاختبار قال لك انا مش متاكد والله رقم قد ايه بالظبط. بالتالي ممكن جدا ان القواعد تطلع اعلى من عمتها او العكس. مش أي مشكلة فيها. لا. المينيمم والمينيمم مختلفين، والماكسيمم والماكسيمم مختلفين، لكن اللي في النص في حاجات مشتركة. يعني هنا في النص أنت عندك أرقام من 205 لحد 290، وهنا برضه عندك أرقام من 205 لحد 290. أنت الرقم بتاعك أنهي واحد فيهم؟ ما تعرفش. وما تعرفش الاثنين بيتحركوا مع بعض ولا لا، دول خطين مختلفين. وبالتالي مفيش اي حاجه تربط لك بين النتائج دي وبعضها. الرقم اللي انت هتجيبه من الكارت تدخل الرقم بتاع الارتداد هتطلع 240 260. الارقام اللي انا كاتبها هنا طبعا مش مظبوطه لان انا برسم على السطوح. في البيت هتشتغل على الكارت اللي موجود في الكتاب صفحه 88. اي اسئله ثانيه هنا؟ نزلنا في نفس الموضوع. واحنا بنعمل الاختبار دوت قلنا في المحاضره ان احنا بناخد عدد كبير من القرايات، الكلام اللي على جنب لو سمحتوا. بناخد عدد كبير من القرايات ونبتدي نجيب لهم افريج عشان التشتت كبير قوي في الاختبار دوت. كل ما هزود عدد القرايات بتاعتي كل ما الثقه بتاعتي في النتائج هتبقى اعلى شويه. فهتلاقي كل كود تصميم بيقول لك انت هتاخد عدد مختلف من القرايات. السؤال جايب لك ثلاث عناصر مختلفين، مش عارف سقف وبلاطه وعمود حاجه كده. وكل عنصر من العناصر دي بيديك فيه 12 قرايه مختلفه لمطرقة شمال. ال 12 قرايه دول بيمثلوا اختبار واحد بس. تمام؟ انا هنا مثلا حاطط الارقام بتاعت السقف والارقام زي ما هي موجوده قدامي كده بالازرق متلخبطه. اول حاجه بتعملها ان انت بتاخد الارقام دي وبترتبها من الصغير للكبير. فانا ابتديت ارتب لقيت عندي 228 بعد كده 129 بعد كده 34 بعد كده 332 و 34 و 36. الأرقام دي هي أرقام الارتداد اللي اتسجلت من مطرقة شميت. المفروض بعد كده بجيب الأفرج بتاع الأرقام دي وبحولها لمقاومة وبدخل بيها في الكيرف اللي شفناه في السبورة اللي فاتت. الكود المصري يا سيدي بيقول لك أنت لما تيجي تحسب الحسبة دي تاخد الأفرج بتاع 12 رقم. وبما إن إحنا مدينك 12 رقم توتال تاخد الأفرج بتاع 12 دول وتقول لنا رقم الارتداد قد إيه. حد يعملهم كده على الكالكوليتر؟ عشان تجيب الافرج طبعا هتجمع ال 12 دول على بعض وتقسم على 12 اللي هو عدده. المفروض الرقم ده بيطلع تقريبا 31. الطريقه دي اسمها ايه؟ الطريقه دي الطريقه بتاعت الكود المصري ايجيبشن كود براكتس. طلع كده؟ مظبوطه؟ انا حالي نشيك تاني الرقم اللي اوريدي عارفه. لو سمحت يا جماعه احنا بنحل في الامتحانات ناخد على الاقل اول 3 ديسيمالز، محدش يقرب الارقام، ناخد دايما اول 3 ديسيمالز والكلام ده في اي ماده، مش الماده بتاعتنا بس. الرقم بتاعنا طلع 31، هنعمل ايه بيه؟ هتبتدي تشوف الزاويه بتاعتك قد ايه؟ لو احنا بنختبر سقف الزاويه بتاعتنا تبقى كام؟ 90. لو انا بختبر سقف المطرقة بتاعتي بتبقى باصة لفوق، بالتالي الزاوية بتاعتي 90 ولا نيجاتيف 90؟ 90. تمام؟ هنلاقي يا سيدي ان الزاوية 90 وعلى هذا الأساس هنروح نشوف الـ FCU هتطلع بكام؟ كيلو جرام سنتيمتر سكوير من الفاشن وحدات بلس أو ماينس التشتت. لما نجاوب السؤال دوت لازم أديله مقاومة وأديله التشتت في نفس الوقت. باشمهندس معلش أنت بتختبر سقف، أنت واقف فين؟
انت واقف تحت السقف، لا لو انت واقف فوق السقف يبقى انت في اختبار بلاطه مش سقف. ما هو العنصر الانشائي ده لو انت بصيت له من تحت يبقى سقف، لو انت بصيت له من فوق يبقى بلاطه. يعني انا واقف على بلاطه وباصص فوقي على سقف، تفرق في الزاويه 90 ولا نيجاتيف 90. لو انا بختبر السقف يبقى الزاويه بتاعتي 90، لو بلاطه يبقى الزاويه نيجاتيف 90. تمام. تاني طريقه اللي احنا بنشتغل عليه في مصر عامه هي الطريقه دي، ماشي؟ بس احنا بنديك اكواد ثانيه عشان تشوف الناس الثانيه بيعملوا ايه. ثاني طريقه الطريقه بتاعت الكود البريطاني British Standards International ESR. الكود البريطاني يا سيدي قال لك انت هتاخد الافريج بتاع 10 قرايات بس. احنا عندنا هنا 12 قرايه. تمام؟ احنا عندنا 12 قرايه وعايزين 10. نتصرف ازاي؟ نشيل اعلى واحده واقل واحده. يعني نشيل ديت كده نشيل ديت. صح؟ شيل اثنين متكررين، اي اثنين متكررين؟ يعني اربعة تلاتين مثلا نشيل منهم واحد. يعني 30 دي عشان يعني مثلا هيبقى في 2 28 هيبقى في 2 لو شلنا 2 30 يبقى في 2 30 في 2 32 او 30 معانا منهم احتياطي يعني. ده المبدا. ماشي. ايوه. اشمعنى؟ احنا لو شلنا من قدام ورا عشان ايه؟ ثانيه ثانيه عشان ايه؟ رقم طلع مره واحده فملوش اصحاب فنضحي بيه. هو بيقول في ارقام عندنا في منها احتياط كتير فنضحي باللي موجود كتير. انا عايز مبدا علمي هندسي او ماثيماتيكال نمشي عليه. الحقيقه ان الكود البريطاني هو بيكتب في الكتاب بتاعه قال لك يا سيدي انت هتشيل القرايات المتطرفه، يعني هتشيل 28 و 36. ولكن لو عايز تعمل الموضوع بذكاء شويه انت هتشوف الافريج بيتغير قد ايه كل ما تشيل قرايه. يعني الافريج بتاع ال 12 رقم 31 تقريبا. مين الاقرب لل 31؟ 28 ولا 36؟ 28. 28 اقرب. انت بتاخد قرايات كتيره عشان انت مش عارف القرايه الصح فين بالظبط، ولكن الافريج بيديك فكره الصح موجود فين. لو الافريج 31 القرايات اللي بعيده قوي عن 31 غالبا غلط، والقرايات القريبه من 31 غالبا صح. فمن غير ال 28 اقرب من 36 يبقى غالبا 36 دي قرايه غلط، 28 قرايه صح. منطقي الكلام لحد دلوقتي؟ انا دلوقتي شلت قرايه واحده من ال 12 فاضل معايا 11 قرايه. لو سمحت حد يحسب لي الافريج بتاع ال 11 قرايه دول جمعهم على بعض واقسم على 11. الفرق بين اقل رقم واكبر رقم الحاجات اللي انا هحسب لها افريج سبعه.
انا رتبت الارقام بتاعتي من الصغير للكبير. اقل رقم 28 واكبر رقم 36. الرينج بتاع الارقام ديت قد ايه؟ 8 من 28 ل 36. الكود الامريكي سي بيقول لك انا عايز رينج 7 بس، يعني عايز مثلا من 28 لحد 35. ده كده رينج محتمل. تعالى نكملها هنا. ممكن يبقى في رينج من 28 ل 35. كده الفرق بينهم 7. وممكن يبقى في رينج من 29 ل 36. ده برضه رينج محتمل. وممكن يبقى في رينج من 30 ل 37. بس احنا ما عندناش اختيارات 37. يبقى بالتالي الرينج ده ملوش معنى. يعني انا دلوقتي عندي اختيارين. يا اما هشيل كل الارقام اللي فوق 35 يا اما هشيل كل الارقام اللي تحت 29. هنختار على اساس ايه؟ واحد واحد. هشيل ال 36 فايه اللي هيحصل؟ هو الكود عايز رينج 7 ماشي؟ طلع الرينج الحقيقي 6 ما اختلفش معاك في حاجه، ما اثرش عليك في حاجه. هتشيل قرايه واحده مش هتشيل قرايتين، ده هيخلي الكلام بتاعك احسن؟ ليه؟ فالايرور هيقل، ماشي كلامك صح، كلامك مظبوط بس دافع عن نفسك شويه. طول ما الرينج بتاعك فيه ارقام اكتر ده معناه ان الايرور بتاعك هيبقى اقل، الحكمه من الارقام الكتير هي ان احنا نقلل الايرور. فانا هبص على كل الرينجات بتاعتي وهشوف كل رينج جواه كام رقم. في الحاله الاولانيه الرينج من 28 ل 35 انا هشيل ساعتها 36 بس، وبالتالي هيبقى في عندي 11 رقم. هو الرينج ده. الرينج الثاني من 29 لحد 36 هشيل فيه رقمين، هشيل 2 28 فهيبقى عندي 10 ارقام بس. الافرج هيقل او هيزيد ما يفرقش معاك، معاك الدقه بتاعت الافرج، طول ما عندك ارقام اكتر الدقه بتاعتك اعلى. فاحنا كده هنختار الرينج الفوقاني مش الرينج التحتاني. وبالتالي الارقام بتاعتك هتبقى من اول 28 لحد 34. وعلى هذا الاساس نحسب الافرج. هيطلع كام؟ هتحسب على من ساعتها هم غيروا الكود بتاعهم، الكود بتاعهم بقى 10 واحنا لسه محتفظين ب 12. فاحنا اتفقنا ان احنا نسمي ايه الكود المصري والطريقه دي طريقه الكود البريطاني. هو ماجي ثاني على البريطانيه الدكتور كان ايه؟ في الامتحان انتوا المفروض ما خدتوش غير الطريقه دي والطريقه دي، الطريقه اللي في النص دي مش عليكم اساسا. ولكن يا جماعه الصوت لو سمحتوا. الطريقه الشيت اللي انتوا بتحلوه طلب منكم ان انتوا تحسبوا الرقم بتاع الارتداد بثلاث طرق مختلفه. فانا مضطر اجيب طريقه ثالثه، فاحنا اتفقنا ان الطريقه الثالثه اللي هجيبها دي هتبقى الطريقه بتاعت الكود البريطاني الحالي مش القديمه. بس هو لو قال لك الامتحان الطريقه البريطانيه هتشتغل بالطريقه الاولانيه دي. ماشي الطريقه اللي احنا نقلناها عندنا في الكود المصري برضه. دي الطريقه اللي الكود البريطاني بيشتغل بيها دلوقتي حالا. هو انا نعم؟ لا الطريقه بتاعت الرينج الطريقه بتاعت الكود الامريكي. احنا على اساس ايه؟ يعني ايه على اساس ايه؟ على اساس ان الفرق 7. انا اقل رقم عندي 28. 28 زائد 7 35 فده كده اول رينج عندي. الرينج اللي بعده بتحرك رقم واحد للجنب، بدل ما ابدا ب 28 ببدا ب 29 فيبقى الرينج من 29 ل 36.
اللي بعديها بخرج رقم كمان من 30 ل 37 بس انا ما لقيتش عندي 37 قاعد رقم 36 فوقفت على كده عندي رينجين بس محتملين تمام اي اسئله تانية؟ المفروض في سؤال مهم قوي يتسال دلوقتي ايوه الامتحان لو قال لك عايز الطريقه بتاعه الكود الامريكي او الاي سي اي تشتغل بالطريقه دي لو قال لك عايز الطريقه بتاعه الكود البريطاني تشتغل بالطريقه الاولانيه احنا نقلناها اساسا من الكود البريطاني الطريقه الثالثه اللي في النص ديت انا جايبها من عندي عشان نشيل ثلاث طرق فلازم اجيب لكم طريقه ثالثه يعني تمام لما الطريقه دي مش موجوده في الكتاب يعني احنا نقلناها من الكود البريطاني زي ما هو احنا نقلناها من الكود البريطاني زمان قوي حاجه بتاع 40 سنه فاتت دلوقتي الكود البريطاني اتغير دي الطريقه اللي موجوده في حاليا فانا جبتها على اساس يعني هم اصحابنا وقرايبنا يعني تمام انما الطريقه دي مش موجوده في الكتاب اوكي الكود الجديد المصري لسه زي ما هي الكود الجديد البريطاني غيروها بقت هي دي اللي في النص دي يعني اللي في النص دي مش عندكم في المنهج انا اللي جايبه اوكي لسه في سؤال مهم ما تسالش ايه اللي هيحصل يا جماعه في الطريقه بتاعت الكود الامريكي لو لقينا الرينجين دولت فيهم ارقام قد بعض يعني ده في 11 رقم وده برده في 11 رقم يعني مش شرط ان الاخر تتابعه بس ان الاخر لان لا كل طريقه مستقله بذاتها ملهاش اي دعوه بالكود التاني نعم الرقم بالزياده او بالنقص مش فارق معاك انت ما تعرفش ايه الرقم الحقيقي تاني لا هو ده الرد الصح ناخد في ارقام الفواكه لا طب ما ايه حكمه ان ساعتها هتبص على الرينج الحقيقي اللي موجود عندك يعني ايه يعني الكود قال لك انا عايز رينج ماكسيمم 7 ارقام الفرق الماكسيمم 7 لكن ممكن يبقى فرق في الارقام بتاعتك اقل من 7 زي مثلا اول واحده عندنا احنا الرينج الاولاني من 28 ل 35 بس احنا ما عندناش 35 احنا اعلى حاجه قبل 35 34 يعني احنا الرينج اللي اشتغلنا بيه فعليا من 28 ل 34 الرينج فيه 6 بس الرينج الثاني من 29 ل 36 7 فرق من 29 ل 36 7 بالظبط وبالتالي ساعتها لو الرقمين دول تساووا لو الارقام جوه الرينجات اللي انت بتبص عليها تساوت هتبص على الاكشوال رينج بتاع كل واحد الفؤادي دوت الرينج بتاعه 6 وتحتاني الرينج بتاع 10 ساعتها تاخد الرينج الاكبر تمام الرينج الاكشوال الاكبر ونقول السؤال تاني بنفس الطريقه افرض يا سيدي الرينجات بقت قد بعضها هتتصرف ازاي؟ عشان مثلا في التقديم مش معاك انت ما عندكش رقم 35 انت رينج الحقيقي الفعلي 6 ارقام انت مسموح لك ب7 بس اللي موجود 6 طب يعني ممكن تحصل ان هي ممكن تحصل بل وجات في امتحان فاينل قبل كده لا هتفرق طبعا ايه اللي مش هتفرق؟ هاخد بقى انتوا مش خدتوا احصاء قبل كده يا جماعه؟ ازاي كنا بنحدد الايرور في الاحصاء؟ الايرور في الاحصاء كان بيسمى بايه؟ ايه؟ ما سمعتش حقيقي مسموع الحقيقي ممتاز في الاحصاء يا جماعه في ثانويه عامه كنا بنسمي الايرور ايه بالظبط؟ طب ثانيه واحده بس انتوا شرحتوا تصميم خلطات صح؟ يعني عديتوا على الايرور في الاحصاء ايوه 1.64 في الايه؟ لا في ايوه السيجما الاحصاء يا جماعه دوش اللي على جنب في الاحصاء الايرور بتاعنا كان اسمه سيجما كنتوا بتسموه الانحراف المعياري او الستاندرد ايرور او الستاندرد ديفيشن لو حصل معاك ان عدد الارقام اللي جوه الرينج الواحد تساوت والرينج الحقيقي بتاع كل حاجه تساوى برضه هتبتدي تحسب الانحراف المعياري بتاع كل واحد فيهم وهتاخد اللي عنده انحراف معياري اللي هو سيجما اقل وانتوا الكالكوليتر بتاعك يقدر يحسب سيجما. ايه؟ ايوه ازاي؟ هتحسب سيجما هنا وهتحسب سيجما هنا.
بص على الكالكوليتر هتلاقي في عندك حاجه اسمها STD تقريبا. انا الصراحه الكالكوليتر بتاعي قديم شويه فانا ما اعرفش الكالكوليتر بتاعتكم شكلها عامل ازاي دلوقتي. عندكم حاجه بتحسب السيجما هنا يا جماعه؟ استنى كده. تلكمة فين على الكالكوليتر؟ مش عارف اعملها بالكالكوليترز الجديدة. ايوه لا ده سميشن مش عايز سميشن. مش عارف اعملها دلوقتي على الكالكوليتر بتاعكم الصراحه بس هبقى اشوفها واقول لكم عليها المره الجايه. اوكي بس في حاجه عندك في الكالكوليتر بتعرف تحسب السيجما ماشي. طب مثلا ده ازاي؟ ايوه